أعضاء الهيئة الوفدية لحزب الوفد. الحقيقة هذه المناسبة اللي انتم جايين وحاضرين فيها تتكرر كل 4 سنوات. تتكرر كل 4 سنوات في اختيار أعضاء الهيئة العليا وانتخابهم. وأيضا الهيئة العليا تجتمع في مناسبة أخرى كل 4 سنوات وهي تتعلق بمناسبة اختيار أو انتخاب رئيس حزب الوفد. لما نتكلم على هذه المناسبة هي تطبيق حقيقي وفعلي للديمقراطية. الديمقراطية اللي هي المبدأ الأول من مبادئ حزب الوفد والمنصوص عليه في المادة الأولى الفقرة الأولى من اللائحة أن الحزب يلتزم بالديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب والحرية الاقتصادية والحرية السياسية. في